السلام عليكم البنات والناس اللي مشاركين في القناة ديالي اللي تعرفوني واللي مازال ما تعرفونيش واللي شافوا من جديد هاد الوصفة وعجبتهم نتمنى انهم يشاركوها مع الاصدقاء ديالهم العائلة. اليوم غادي نقدم لكم الحوت بالبصلة والزبيب، يعني غيكون مالح وحلو ان شاء الله. عندنا هذا الحوت، طرف ديال الحوت بيض اللي عنده الفرخ يدير الفرخ، هذا ما عرفتش سميتو، هانتوما كي تشوفوا على حساب الحوت على حساب يعني الاشخاص. عندنا البصله شي مقرد مدور كما تتشوفوا، واحد النص مدور غير نص وسع باش نزوقو من الفوق. عندنا الزبيب اللي فزقناه في الماء واحد شويه، عندنا نص حامضه معصره، عندنا الزيتون خلاص باش نزوقو به، عندنا قزبر ومعدنوس زائد جوج دروس ديال الثومه مطحونين، عندنا شويه ديال الازير او تزيدوا النسمه اللي بغيتوا ديال الاعشاب المنسمه، عندنا معلقه ديال الشاونيه، عندنا راس معلقه ديال السودانيه، عندنا نص معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه ديال الكمون، عندنا عويد ديال القرفه، نص معلقه ديال السكنجبير، ونص معلقه ديال البزار، ومعلقه صغيره ديال الملحه، والملحه تتبقى على حساب على حساب كل واحد. وهذه زيت بلديه خلاص. دابا غادي نبداو بسم الله كما تشوفوا. هاني حتى الشرملو حتى البصله، اللي بغى يشرملها يشرملها، اللي بغى يخلي يديرها غير هكاك ومن بعد عادي يضيف المرقه من الفوق كل واحد. Thank you.
بعد ما شربنا ديك البصيله تنستفوها هكا كما تتشوفوا، تنديروا شويه ديال الماء في داك غير شويه حيت البصله غادي تطلق لنا الماء. هذا عويد ديال القرفه كما تتشوفوا، نديرو هنا هذه شويه ديال الازير، هذا خلاص الزبيب. صراحة تيجي زويون، أنا بعدا تيعجبني الحاجة المالحة حلوة. تنبدلو شوية من الطاجين يعني ديال الحوت، ديما غير الشرمولة بوحدو والخضرة. ديرو زويتنات، دابا غادي نردو على نار مهيله وغادي نعاود نرجع معاكم باش نوريكم مازال ما كملتش الطاجين ديالي. هانتوما بعد ما طاب خلينا شويه على نار مهيله، غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت البلديه كما تشوفوا. والسر ديالو ديال هاد الطويجين هو انه غادي نزيد واحد شويه ديال العسل، هو اللي غادي يخلي لنا غادي يعسلنا ديك جاد معلقه كبيره ديال العسل. خليو غير واحد شويه غير باش يتعسل واحد شويه ونطفيو عليه، حيت من بعد الطاجين فاش يطفي عليه راه عاد يزيد طياب حتى يشرب داك المريقه. Déjà prêt.